باب. العقلية إن هيعمل لبنته ختان عشان خايف عليها لا تنحرف، هو ده اللي بعد سنة هيجوزها عند سن 11 12 سنة بدري عشان يخلص منها، لأنها شايفة إن هي مسؤولية. والبنت اللي عندها 11 12 سنة دي لما تتجوز بدري هي دي اللي هتخلف لي 6 و7 و8، فتعمل لي في الآخر مشكلة الزيادة السكانية. أنا كان ليا الشرف إن أنا في 2016 كنت عضو لجنة صحة في مجلس قومي مرة، ووقت ما كان في كلام عن تغليظ العقوق، كان لسه في بنوته مصريه في السويس ميته اسمها ميار، كان عندها 16 سنه، ماتت وهي بتعمل لها ختان على ايد دكتوره. فاتكلمنا ساعتها عن الخطوره، وكان خطوه ايجابيه جدا ان تم ساعتها تغليظ العقوبه من جنحه الى جنايه. اللي كنت انا بقطع جزء من جسد انسان ربنا كرمه وربنا يعني اداله كل حاجه، نيجي النهارده احنا بناخد جزء وليس زي ما نتعلم الدكتور عمرو بيقول دايما مش في الطب، يعني ما فيش لم تدرس كليات الطب عمليه اسمها ختان مش موجوده، وبالعكس النهارده انت بتاخد جزء فيه غدد والى اخره، يعني انت بتضيع غير بقى النواحي النفسيه والنواحي وغيرها. يبقى النهارده هي ليست من الطب في شيء وليست من الدين في شيء، والتاكيد انها ليست من الدين الاسلامي في شيء. ان النهارده يعني المملكه العربيه السعوديه اللي نزل فيها القران الكريم لا توجد فيها حالات ختان. صدور قانون لتجريم ختان الناس وتعديله خلال 8 سنين في 2008، ثم في 2016 تم تعديل ماده قانون تجريم ختان الناس وتغليظ العقوبه لتصبح جنايه بدلا من جنحه.